فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد فضل في شهر ذي القعدة لأنه من الأشهر الحرم، أم أن الواجب فيه تعظيم أمر الله وعدم الوقوع في المحرمات؟ وهل صحيح أن الحسنات والسيئات تضاعف فيه؟ شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم، وهو أيضا من أشهر الحج، حج وأشهر معلومة، شهر شوال وذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، فهو يجتمع فيه فضيلتان: أنه من الأشهر الحرم، وأنه من أشهر الحج. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.